revoir de fond en comble l'architecture institutionnelle afin de renforcer les contre-pouvoirs, de consolider l'état de droit et de prémunir le pays contre les dérives autoritaires. أنا لا نعود إن شاء الله إلى 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 وفقني الحظ واختارني الشعب الموريتاني لا نعود رئيس الجمهورية غير ما هامني نحول رئاسة الجمهورية إلى رئاسة ديكتاتورية بالعكس إني ما ترشحت ندور السلطة ولا قابل نقبلها أنا ترشحت من اللي قايل على النفية شم الأمور يقد يجعلني نطمح للسلطة الموريتاني من أجل خدمتكم أنتوما ومن أجل خدمة هذا الوطن الغالي عليا ومن أجل خدمة الشعب الموريتاني الكلمة الآن